بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. أعزائي الدارسين السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع تنازع القوانين، هو القسم الثاني من المقرر معاكم. طبعا قبل ما نتكلم عن تنازع القوانين هنقول هل ممكن الإنسان أن يعيش بلا مجتمع؟ وهل ممكن المجتمع أن يعيش بلا قانون طبعا يحكم هذه العلاقة؟ طبعا لا. وطالما وجد الإنسان لا بد من وجود المجتمع، وطالما وجد المجتمع لا بد من وجود القانون الذي يحكم المجتمع. لأن المجتمع نوعين، عندنا مجتمع دولي وعندنا مجتمع داخلي. المجتمع الدولي يحكم قانون داخلي يتمثل مثل مدارس المدرسة حقوق مدني تجاري بحري إداري دستوري. الداخلي في العين في عندنا الداخلي عام وفي عندنا الداخلي خاص. عام هو الذي يحكم العلاقة التي تكون الدولة طرفا فيها تصلح سلطة عامة. خاص في عنا خاص وهو يحكم العلاقة بين الأفراد ولا تكون الدولة طرف في هذه العلاقة تصلح سلطة عامة، مثل قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني. القانون الدولي ينقسم إلى دولة عام ودولة خاص. دولة عام يحكم علاقة الدول مع بعضها البعض أو المنظمات الدولية، وفي عنا دولي خاص يحكم علاقات خاصة ذات عنصر أجنبي، مثلا فلسطين الزواج فرنسي وبعدين في ألمانيا. العلاقة هنا مرتبطة بثلاث دول، طبعا هي دولة الزوج هي فلسطين، ودولة الزوج هي فرنسية، ودولة الوطن المشترك اللي هي ألمانيا. طبعا هنا خاصة أي نزاع فينا هنا نتطرق لمشكلة نقول عنها مشكلة تنازع القوانين. طبعا المجتمع الدولي زي مثل ما في مجتمع دولي للدول، في مجتمع دولي للأفراد، في مجتمع دولي للدول يحكمه القانون الدولي العام، والمجتمع الدولي الخاص يحكمه علاقات الأشخاص. القانون الدولي الخاص هو الذي يحكم العلاقة الخاصة ذات العنصر الأجنبي. طبعا العلاقة أي علاقة بتكون منطوية على أطراف محل وسبب، علاقة بين مثل بين أطراف مثل بائع ومشتري، محل مثل غرام العقد، سبب الالتزام الذي أدى إلى أن يلتزم أطراف بقيمتهم مع بعضهم البعض. طبعا عندنا علاقات وطنية، كل أطراف يكون وطنيين، مثلا فلسطين باع سيارة فلسطيني، تكون هذه العلاقة علاقة وطنية، لا تثير هنا مشكلة تنازع قومي. في عنا علاقة قول عنها علاقة قوية على عنصر أجنبي، يعني مثلا علاقة قومية مقوية على عنصر أجنبي، فلسطين باع سيارة فرنسا مقيمين في إنجلترا، وصار نزاع بينهم بين فلسطين الفرنسي على الأراضي الإنجليزية، طب ما هو القانون واجب التطبيق في هذه الحالة؟ هل هو قانون إنجليزي أم قانون فرنسي أم قانون الفرنسي؟ ما هو القانون؟ فبالتالي بنت إلى حاجة نقول عنها أن القاضي يبحث عن القانون الملائم والأفضل، هذا نوع عنها تنازع القوانين. المقصود تنازع القوانين يعني عدم معرفة القانون واجب التطبيق. وعندنا حاجة نسميها برضه تنازع الاختصاص، هي عدم معرفة القاضي المختص بنظر النزاع. وعندنا مركز الأجانب أو الأجانب، هو الأجنبي كل شخص ما بحملش الجنسية الفلسطينية نطلق عليه أجنبي. وطبعا هذا لا الشخص لا يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع فيها الوطني. وفي عنا الجنسية، طبعا الجنسية زي ما درسناها تحدد رعاية الدولة وهي ربط انتماء ولا. وفي عنا تنفيذ الأحكام الأجنبية، طبعا أخذ حكم الفلسطيني والفرنسي هذا على بعض من بعض، صدر حكم من القاضي المختص. طب هل الحكم هذا يتم تنفيذه على الأراضي مثلا فلسطين؟ طبعا في معايير لهذا مثل معيار معامل المثل والدعوة الجديدة وغيره. هيكون موضوع دراستنا هنا تنازع القوانين في هذه المحاضرة. طبعا تصور مشكلة تنازع القوانين عندما يتطرق إلى العلاقة عنصر أجنبي، مثلا فلسطين باع منقولات الشخص ألماني عشان يستخدمه في إيطاليا. هنا العلاقة مرتبطة بثلاث قوانين، لم يحصل نزاع بين طرفين. هنا القاضي يبحث ما هي المحكمة المختصة، ما هو القانون واجب التطبيق. طبعا
زي ما تكلمنا عليها، القانون وجه التطبيق هو الذي يثير مشكلة تنازع القوانين، ويستطيع حلها القاضي عن طريق قواعد وجودها أنها قواعد الإسناد تشير إلى القاضي إلى القانون واجب التطبيق. طبعا متى تسوء مشكلة تنازع القانون؟ زي ما تكلمنا تكون عندما تتطرق إلى العلاقة العنصر الأجنبي، زي ما قلنا إنه ألماني متزوج إيطالية وقاعدين في مثلا في مصر، العلاقة هنا مرتبطة بثلاث قوانين: قانون الجنسية، قانون جنسية الزوج، أو قانون جنسية الزوج، أو قانون الموطن الحر. العلاقة ترتبط بأكثر من قانون، اللي هو العنصر هي طبعا القاضي لما بيطبق بيبحث القانون الواجب التطبيق، طبعا هيلتجئ إلى وسائل، طبعا الوسائل هي هيشوف ما هي القانون الملائم لتطبيق الذي يطبق على هذه العلاقة. طبعا اللي بيختار القاضي القانون مشوف هو الشخصية، طبعا يختار وفق حاجة نقول عنها أو بحل مشكلة هذه التنازع عن طريق قواعد نقول عنها قواعد إسناد. هذه القواعد تشير للقاضي القانون واجب التطبيق والملائم للعلاقة الأكثر صلة بالأطراف. طبعا واحد مثلا ألمان متزوج إيطالية مقيمين في مصر، طبعا الست هذه حابة ترفع دعوة نفقة على زوجها، القاضي هنا ما هو القانون الذي يطبق؟ هل يطبق قانون الفرق المصري لأنه موطن مصر، أم يطبق قانون الزوجة اللي هي إيطالية، أم يطبق قانون الزوجة هو الإيطالي طبعا الألماني؟ طبعا هنا حنكون القاضي هنا حيحدد قانون وفق القاعدة الإسناد. القاعدة الإسناد بتقول إنه آثار الزواج تقضي على قانون جنسية الزوج. إيش آثار الزواج تقضي على قانون جنسية الزوج؟ يعني إنه النفقة في هذه الحالة سوف تقضي على قانون جنسية الزوج. إيش قانون جنسية الزوج؟ اللي هو قانون الألماني. طبعا مثال ثاني، المسؤول التقصيري تقضي على مكان وقوع الفعل منشئ الالتزام، إنه هو الوقوع الفعل منشئ الالتزام اللي هو مكان وقوع الحادث. طبعا واحد فلسطيني خبط السيارة بإحدى شوارع لندن، واحد إيطالي، في هذه الحالة إنه هو القانون الذي يطبق؟ طبعا قاعدة الإسناد بتقول إنه القانون واجب التطبيق هو القانون الإنجليزي. كيف؟ لأنه هو مكان وقوع الفعل، لأنه القاعدة بتقول إنه المسؤولية التقصيرية تخضع لمكان وقوع الفعل المنشئ الالتزام. طبعا ممكن عادة في هذه المسؤولية هي كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم بالتعويض. المسؤولية التقصيرية هي كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم بالتعويض، كل شخص سبب ضرر للغير يلتزم بالتعويض. طبعا في شكل العقد بيخضع على قانون بلد الإبرام، يعني عقد إبر ما بين أطراف في السودان مثلا، عاوزين مثلا أبرم بين شخصين فلسطيني ومصري في السودان، بعد هيك الفلسطيني والمصري عاوزين يعرفوا إنه الشكل هذا موجود القانون أم لا، ما هو القانون الذي يحكم هذه العلاقة. طبعا القانون محل بلد الإبرام، مش بلد الإبرام اللي هي السودان. وكذلك الأهلية تأخذ عن القانون الجنسية، بمعنى واحد فلسطيني واحد مصري تعاقد مع فلسطيني على أرض فلسطينية، في هذه الحالة القانون سوف لما يتعرض لهذه المصري سوف يتعرض لقانون جنسي. ليش؟ لأنه القاعدة سبب تخضع لقانون أهلية تخضع لقانون جنسية، وجنسية المصري حتكون مثلا أهلية حتكون 21، أما الفلسطين حتكون قديش 18، بالتالي القانون حيطبق إن هي حيطبق قانون جنسية المصري هي اللي هو الأهلية، لأن الأهلية تخضع لضابط الجنسية. طبعا قاعدة الإسناد تتكون من كذا شق، في حاجة من الشق هي فكرة ولا فكرة مسندة، وهي في المثال اللي ذكرناه الأهلية ضابط إسناد اللي هو الجنسية. القانون واجب التطبيق هو قانون الجنسية المصري، لأنه أهلية تخضع لقانون أهلية تخضع الأهلية تخضع لقانون الجنسي القانون الجنسي. بالتالي فكرة مسندة، يعني فكرة مسندة يعني هي تدور تدور لها على قانون يحكمها زي الأهلية. قلنا القانون بحكم الأهلية هو قانون جنسي. إيش ضابط الإسناد؟ طب الإسناد هو الجنسية،
والقانون يجب تطبيقها الذي سيطبق على هذه العلاقة. طبعا قواعد القانون الدولي الخاص نقول عنها قواعد أو قواعد الإسناد. طبعا التشريع الفلسطيني سمى تنازع القوانين أو التطبيق المكاني للقانون، وتناول مواده المواد التي تناولت تناول مش تنازع القوانين أو التطبيق المكاني للقانون هي من المادة 14 إلى المادة 37. طبعا هذه التسمية التطبيق المكاني أفضل من مش تنازع القوانين لأنها لا تعدل لأن تكون مفاضلة بين القوانين المتصلة بالعلاقة أو اختيار أنسب القوانين. طبعا العلاقة الوطنية دي ما بتصيرش أي مشكلة، إنما يصير الذي يثير المشكلة هي مشكلة تنازع القوانين اللي هي لما يرتبط إلى العلاقة عنصر أجنبي. طيب القانون الدولي الخاص ممكن البعض يقول عنه هو قانون عام الخاص. طبعا هو قانون خاص ليس له من الدولية سوى اسمه، لأنه ولكن القواعد التي تحكم هي قواعد داخلية وطنية، قواعد داخلية وطنية. هل قواعد إسناد تحل مشكلة تنازع القوانين؟ قواعد إسناد تحل مشكلة تنازع القوانين عن طريق تحديد القانون واجب التطبيق، ولكنها لا تحل النزاع. يعني واحدة ألمان تزوج قرية مقيمين في مصر، طبعا طلبت من القاضي نفقة، قاضي إسناد حتطبق القانون الألماني لأنه هو بيطبق على أثر الزواج، أثر الزواج هو قانون جنسية الزوج. فالقاعدة قاضي إسناد هل قالت للقانون مثلا قاضي إسناد هل كانت تعطيها نفقة أو ما تعطيهاش أو وقت النفقة؟ طبعا ما أشرطش، عشان هيك إحنا نقول إن قاعدة إسناد تحل النزاع، تحل التنازع ولكنها لا تحل النزاع. طبعا قواعد الإسناد لو تطرقنا إلى خصائصها هي قواعد وطنية تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا شيء سيء، المفروض أن تكون عدالة واحدة خاصة بين الدول. بالتالي تختلف قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى استناد إلى اختلاف المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحاول الدول أن تأخذها بعين الاعتبار عند وضع هذه القواعد، وهي تكون مطلوبة أو عرفية. مثال بعض الدول تأخذ الجنسية كضابط أو معيار لتحديد قانون واجب التطبيق على الأحوال الشخصية، بينما تأخذ دول أخرى بضابط الموطن وليس بضابط الجنسية. طبعا من ضمن هذه الخصائص أنها قواعد غير مباشرة تشير للقانون واجب التطبيق على النزاع، ولم وبالتالي ما يتمش تحقيقها على النزاع بشكل مباشر. وعشان هيك قالوا عنها من ضمن الانتقادات التي وجهت إليها أنها قواعد محايدة وعمياء لا تعلم مضمون هذا القانون أو غير عادلة. البعض سماها أو شبهها كزي محطة زي المكتب الاستعلامات بيشير في محطة السكك الحديد مثلا، بيشير إلى القانون واجب التطبيق هذه هذا لك، بيشير يعني إلى قاعدة إسناد تشير إلى قانون واجب التطبيق ولكنها لا تنهي النزاع. عشان هيك بيشبهوها بمحطة بنفذ استعلامات في السكة الحديدية في السكة الحديدية، فتقول لك إنه عليك توجه إلى القطار الفلاني، ولكن إيش مضمون القطار الفلاني؟ إيش أوصاف وكذا ما بتطرق إليها. فكذلك قواعد إسناد تشير إلى قانون واجب التطبيق. قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا شيء سيء قلنا. قواعد الإسناد قواعد الدولة مع ممكن تشير تطبيق قانون أو وطني، ممكن تشير تطبيق قانون أجنبي. طبعا هذه عشان هيك نقول إنه قواعد الإسناد قواعد الدولة مش مفضلة، بمعنى ما تبين حالات تطبيق قانون وطني وحالات تطبيق قانون أجنبي. مثلا عندما تقضي قاعدة التنازع بخصوص قصايا الزواج إلى قانون جنسية الزوج، فقد تؤدي ذلك إلى تطبيق قانون وطني إذا كان الزوج وطني، كما تؤدي إلى تطبيق قانون الأجنبي إذا كان الزوج أجنبي. إذا كان الزوج أجنبي قاعدة التنازع قاعدة بناء عنها غير محددة بالمضمون، يعني لا تحدد قانون دولة معينة بالذات بحكم العلاقة القانونية المتنازع بشأنها
ولكنها تحدد فقط القانون وجه التطبيق، زي مثلا يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق. لكن قالت إيش أوصاف الطلاق؟ حددت مضمون الطلاق؟ لا، بس قالت أشارت إلى القانون وجه التطبيق. عشان هيك نقول إنها قواعد إسناد لا تحل التنازع ولكنها لا تحل النزاع. وبالتالي بناء على ما ذكرناه انه لو قلنا اهميه قواعد التنازع، طبعا قواعد التنازع تهدف الى توطين المنازعات ذات العنصر الاجنبي في دوله معينه لتخضع لقانونها باعتبارها قانون اقوى صله بالعلاقه من القانون الاخرى. طبعا عن طريق نستطيع بتميز كمان هي تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي عن المناهج الأخرى، من ذلك مناهج ذات التطبيق الضروري أو المباشر. طبعا المنهج المباشر المقصود فيه هو المنهج المباشر المقصود فيه هو يعني أنه يتم تطبيق النزاع على جميع قواعد معينة تطبق على جميع الدول، بالتالي تهدف إلى عدالة مادية مثل العدالة الدولية بين الدول. طبعا يتمثل منهج الموضوع المباشر بأنه ليس منهج أعمى زي منهج القاعدة الإسناد اللي هي نقول عنها المنهج غير مباشر فقواعد إسناد، إنما هي واضحة. هذه القواعد قواعد المنهج الموضوعي قواعد واضحة يعرفها أطراف سلفا على العلاقة المشروعة التي سوف يتعرضون لها. طبعا التجار اللي قبل ما بيعمل أي حاجة بيحب يعرف إنه هو القانون واجب التطبيق، لذا القاعدة تهدف إلى عدالة موضوعية وتتمثل في قواعد القانون الدولي الخاص، وهي قواعد وضعت خصيصا العلاقات الخاصة الدولية كالاتفاقيات الدولية التي تحكم النقل البري والبحري. وكذلك قال إن قواعد ذات التطبيق الضروري وهي قواعد موجودة عند القاضي وضعت خصيصا لحل النزاع الداخلي، ولكن القاضي يطبقها على النزاع الدولي مثل أهلية تنظيم التجارة. فتعرضت رغم ما ذكرنا من مميزات هذه القاعدة الإسناد إنها تعرضت لبعض الانتقادات، طبعا منها إنها قال إنها قواعد إسناد قواعد محايدة أو قلنا إنها تستند لقانون واجب التطبيق بصورة آلية ما تعرفش إن هو عادل أو غير عادل. طبعا قال إن قواعد إسناد قواعد وطنية وتطبق على نزاع أجنبي، هذه دائما أيضا من ضمن الانتقادات. ولكن انه بدنا نعرف انه خير وسيله لحل هذا الانتقاد هو ظهور القواعد الماديه ذات الاهميه الخاصه كقاعده صحه شرط التحكيم الوارد في العقود الدوليه التي تكون دوله او احد المؤسسات العامه طرفا فيها، فعن طريق حيث اصبحت اللجوء الى التحكيم في الوقت الحاضر امر متزايد في عقود التجاره الدوليه لسرعتها وملائمتها مع التطور الحاصل في التجارة، مما يساعد على عملية التبادل التجاري وبيطمن التجار بأنه التاجر قبل ما بيعمل أي علاقة يحب يعرف إنه ما هو القانون الذي سيطبق عليه لو حصل بينه وبين الطرف الآخر ذات العنصر الأجنبي أي مشكلة، بالتالي يكون مطمن على تجارته وعلى مركز المادي والمالي. طبعا رغم هيك بنقول إنه إعمال قواعد التنازع بإنفرادها لا يكفي للفصل في النزاع، بل يجب تطبيق القانون الذي أشرت إليه كونه هو الذي يتضمن أحكام موضوعية منهية للخصومة. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.